while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. السلام عليكم الناس كله، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو متاع اليوم ان شاء الله مش يكون في مدينة بانكوك بتايلاند. بانكوك هي العاصمة متاع تايلاندا وتوجد في جنوب شرق اسيا. عدد السكان متاع المدينة هذه فيها 9 مليون نسمة، والتسمية متاع مدينة بانكوك حسب الريسيرش اللي عملتها، اولا الاسم الحقيقي متاع مدينة بانكوك يتكون من 30 حرف، تقريبا اطول اسم متاع مدينة في العالم. والمعنى متاع التسمية هذه لقيت two meanings، واحد اللي يعني مدينة الملائكة والثاني المدينة المستعصية، ففما contradiction معناها في المعاني الاثنين، فالله هو أعلم. العملة اللي يتم تداولها هي البات، كما تشوفوا هذه 100 بات تساوي 9 دينار 20. Can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet heat. يا جماعة، كويك أبديت على وين ماشيين. تو ماشيين، مش ناخذوا ماشيين المحطة مائية في بانكوك، على خاطر مدينة كبيرة برشا ومكتظة برشا، فالعباد يتنقلوا كيف كيف بالزوارق والبطوات في النهر. فما أنواع مختلفة، فما توريستيك، فما معناها بيبليك، العباد المواطنين العاديين يتنقلوا بهم، مش يتعدوا بها في أشهر نهر في مدينة بانكوك اللي هو نهر تشاو فرايا، واللي على ضفافه موجودة أهم وأكبر المعالم السياحية والأثرية في بانكوك، منها أكبر معبد موجود هنا باش نشوفوه إن شاء الله، وكيف كيف القصر العظيم The Great Palace، معناها القصر اللي كانت تسكن فيه العائلة المالكة 100 سنين لهنا في بانكوك. بالنسبة للأسواق بتاع التيكيات، حسب ما شفت الباتوات الببليك هذا مرخيص برشا، 15 بات معناها حكاية متاع دينار توينسا، معناها بانكوك معروفة باللي مساج، يجي لهنا لازمك تجرب مساج، ومن التجربة الشخصية متاعي جيت برشا مرات لهنا، أحسن مساج نجم تعمله هو traditional Thai مساج اللي هو المساج التقليدي، ما يستعملوش فيه الزيت معناها، فيكون معناها مساج مش كما الزيت، تبدأ الزيت وإيدها تزلق معناها عليك وما تحس حتى شيء، حتى كي تقول لها قوي شوي ديما مش كما traditional Thai مساج. ننصحكم تجربوه، كان ما عجبكمش نجموا معناها تجربوا الاويل مساج. مي حاجه اخرى، تكمل مساج تطلع من الاويل مساج تحس روحك كلك تتلمض هكا وزيد في ايدك، الطاي مساج تطلع فريش وعادي معناها لا زيت لا حتى شيء. اوكي يا جماعه، المفروض هذه هي المحطه متاع الفليك اورينتال فيريان بوت سيرفيس، هاي فارغه بزهرنا تقريبا، ماهيش الرشاور تو. أرخص واحد هو البابليك اللي اللوكلز لهنا في تايلاند يستعملوه، وفما توريستيك بوت هذا أغلى شوي
حسب ما شفت في على الجوجل ب 50 بات انا احكي متاع 4000 توينسا ويهزك الاهم المعالم السياحيه. وفما اغلى واحد اللي هو هذا، هذا تكريه على ذمتك تقريبا يتكلف 1000 بات، 1000 بات اللي هي حكاية متاع 80 دينار، ويهزك وين تحب ويوصلك وين تحب ويستناك. المحطة اللي فوتناها المفروض تاخذ دقيقة بركة ونص، وزدنا خلصنا نفس الحكاية متاع دينار تونسة وشوي بركة ونص. محلاك تبقى تعمل سيلفي مع العربية هذاك ويخسروا لك. المفروض محطة واحدة ونوصل للديستيناسيون تاعنا، لازمني نحضر روحي باش ما زيدش قوتي مرة أخرى معناها. اوكي يا جماعه، تو وصلنا لاول معلم سياحي او ديستيناسيون في الرحله نتاعنا اليوم، اللي هي معبد وان ارون. معبد وان ارون هذا مشهور برشا في بانكوك وفي تايلاند، وجهه سياحيه مهمه برشا. لازمني تيكي ب 50 بات اللي هي حكايه نتاع 4000 تونس. اوكي خذينا التيكي نتاعنا ب 50 بات. اوكي يا جماعه، محوستنا في التمبل وفت باش نقصدوا ربي ان شاء الله للجراند بالاس، القصر الكبير ان شاء الله. معناها يكفينا الوقت باش نشوفوا حاجه اخرى. طيب باش ناخذوا البط وليتس جو. ثانك يو. اوكي يا جماعه، اخذنا التيكي نتاعنا ب 15 بات اللي دينار تونسي، وتو مش ناخذوا مره اخرى فلوكه مش نمشوا بها للجراند بالاس. اولموست وصلنا معناها للجراند بالاس، لازم ناخذوا تيكي كيف كيف مش ندخلوا، مش تكون نفس الحكايه كيف تكلف 50 بات. وانتو تو نقول لكم قديش طلعت، وان شاء الله تطلع طياره لداخل. شوي معلومات تاريخية على القصر هذا. القصر هذا معناها تم بناؤه بأمر ملكي من قبل الملك بوذا عام 1782، وكان المقر الرئيسي للملوك في تايلاند لمئات السنين. يا جماعة معلومة مهمة برشا، إذا كان تحبوا تزوروا The Great Palace معناها القصر الكبير، لازم تكون لابس مريول بيد نص، مش خلعة كما كنت تلبس، وإلا شرط. ولا تزيد باش نشري مريول وسروال تكلفوا 200 بات، 200 بات اللي هما كاين نتاع 18 دينار توانسة. فهذه معلومة مهمة برشا، إذا كان تحبوا تزوروا The Great Palace لازمكم تكونوا لابسين سروال ومريول.
دخلنا توا في وسط القصر الملكي. بالنسبة للتيكي، تكلفة التيكي غالية شوية. المرة هذه 500 باط ما يقارب تقريب 45 دينار توانسة باش تاخذوا التيكي نتاع لونتري. معناها مازلت ما نعرفش اسك مش ندخلوا فست معناها القصر الملكي بحد ذاته، والا مش نمشوا جيست من برا تو نكتشفوا مع بعضنا. ما نجم نقول لكم فما برشا توريست. بالنسبة للعباد اللي يحبوا الناتير والجو معناها متاع الكالم واحد، ما ننصحهمش. برشا عباد، برشا حس، برشا ضوضاء، فهم كيفاش؟ حتى مش تحاول تاخذ تصويرة باهية، صعيب برشا لهنا. الجراند بالاس كملت. باش نكونوا واضحين، معناها هو التور اسمه جراند بالاس تور، ما عندكش الحق تدخل في وسط القصر من داخل مسكرين، ما تنجمش تشوف معناها المعالم الداخل، ما تنجمش تشوف معناها البيوت، ما تنجمش تشوف وين كانوا يعيشوا وكيفاش معناها المكاتب، الإدارة، ما تنجم تشوف حتى شيء، كل شيء تشوف من برا. معناها تشوف جيست المباني وكاو معناها والحدائق الموجودة، تحاول تاخذ تصويرة وكاو. نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم. كما شفتوا مشينا معناها المعبد مشهور، التمبل مشهور، كيف مشينا للجراند بالاس. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو واستفدتوا معناها، عطيتكم معلومات. ان شاء الله تكون معناها عطيتكم معلومات تفيدكم اذا كان مش تزور بانكوك، بالنسبة للاسوان، بالنسبة للحاجات تعملوها. ونشوفوكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.